أهلا بكم متابعي اليوم السابع من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة. بدأت البلاد تشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس، بسبب طبعا تحرك المنخفض الجوي اللي كان مؤثر على جمهورية مصر العربية باتجاه بلاد الشام. بدأنا نتأثر بوجود امتداد مرتفع جوي في على سطح الأرض، مع أيضا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية هتشهد سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط. يعني كميات الأمطار المتوقعة اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة هتكون أقل بكتير من اللي احنا بنشهدها أو شهدناها خلال الساعات الماضية. أمطار خفيفة على مطروح، الإسكندرية، بعض المناطق من شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بعض المناطق من دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية بشكل متقطع. كمان هتعود الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، هي الشبورة المائية اللي قد تكون كثيفة أحيانا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. دايما مع تكون الشبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. كثافة الشبورة المائية لما بتزيد بتبدأ تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، يعني بتنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير. كمان بالنسبة لدرجات الحرارة، طبعا هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر. الصغرى خلال الساعات القادمة متوقع أن هي تسجل على القاهرة الكبرى 11 درجة مئوية خلال فترات الليل، العظمى متوقع تكون ما بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترات النهار. يعني احنا احساسنا بالطقس فترة النهار طقس لطيف على اغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، طقس معتدل ودافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر هتكون الاجواء ما بين الباردة الى شديدة البرودة على اغلب انحاء الجمهورية. طبعا في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط بسبب اعتدال سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية. مهم جدا في حالة الاستقرار في الاحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة زي ما قلنا هي الشبورة المائية، فمهم جدا القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور أثناء تكون الشبورة المائية، نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر. لو احنا رايحين أشغالنا في الصباح الباكر أو طبعا بنرجع من أشغالنا في الساعات المتأخرة من الليل، يفضل نصطحب معانا الجاكيت لو حسينا أكتر بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. مهم كمان إن احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة، وإن شاء الله إجازة سعيدة للجميع. شكرا.